وبهذا نغلق الورقة التي خصصناها لفيروس كورونا الشبيه بسارس. حافلات سيتي باس الفاسية في الخدمة، نتحدث عن نحو 80% عادت إلى الخدمة بعدما تعطلت عجلة الحافلات ليوم واحد. لماذا؟ لأن عمال الشركة التي تدبر النقل العمومي بالمدينة أضربوا عن العمل. أسبابه معك سعاد زعتراوي وعزيزة شبان. قد يبدو الوضع عاديا لساكنة فاس، وبعض الحافلات تجوب شوارع المدينة هذا الصباح، تجوبها بعد شلل تام يوم أمس، لكن الوضع بمقر شركة سيتي باس يكشف عن خلل ما، فالعشرات من الموظفين مضربون عن العمل، والسبب حزمة من المطالب المعلقة. ترسم ما كاينش، ترقية ما كايناش، الديكا كيحسبوها علينا، التعسفات ديالها البلطاجية اللي جابوا لنا، اللي هدرت تيصيفطوه بحالته. راه عندنا تقريبا واحد 49 ديال الخدامه اللي مساكن مشاو مطرودين هباء ولا ظلما وعدوانا. تيطردوا العمال القدام ويبدلوهم بعمال جدد. تيبدلوهم بعمال جدد. انا عندي 21 عندما تقريبا وانا مراقب. حنا مهددين بالطرد. الحل هو سيتي باس ترحل. ما كاينش بديل. شعار ارحل الذي رفعه المضربون والشعارات الاخرى المصاحبه له يجيب عنها ممثل الشركه وممثل نقابه عمالها. بالنسبة للترسيم والترقية فمعلوم ان بعد تدبير المفوض فدخلت شركة خاصة وهي تتعمل بنظام قانون الشغل، نظام قانون الشغل ما تيخضعش للمساطير ديال قانون الوظيفة العمومية، وبالتالي فكيتعمل بنظام الأقدمية وليس بنظام ترقية وترسيم. بالنسبة للتعسفات والطرد فالطرد كينتج على ما كاينش هناك تعسفات، بل الطرد ان تنتج على اخطاء مهنيه، منها اختلاسات منها والعقوبات تتوازي، كان هناك مجموعه العقوبات من بينها الطرد. اي الشركه كشركه ما عندناش مشكل مع الشركه، لان كانت عندنا مخاط في الاول فاش كانت الوكاله، وذاك انتقل لان كان الظروف اللي عشناها مع الوكاله كانت واحد النسبه مئويه ديال اقصى من الظروف اللي تنعيشوا دابا. حاليا دابا الحمد لله هادو الناس اللي مشاو بطريقه عشوائيه بدون سابق اعلان، بما نخرجوا على الطاعه ديال الاتحاد العام الشغالين. النقابه الوحيده ترحل اللي هي الاتحاد العام. بين الشركه والمضربين والنقابه طرف اخر يعاني وفي صمت. صح بقينا هنايا سنين ونين ومشينا في حالتنا، دابا عاوتاني الظاهر اننا غادي عاوتاني نشتو ونشوف حالنا. عجلات شركة سيتي باس بدأت تجوب شوارع وأحياء فاس شهر غش الماضي، معلنة دخول أول شركة خاصة للمدينة. بعد 9 أشهر من العمل يبدو أن المخاض شد هذه الأيام، ولا بد من تدخل عاجل حتى تعود الأمور إلى نصابها.